هيكون معانا دلوقتي واحد من النجوم المتميزين جدا في مسلسل في بيتنا روبوت، عمرو وهبة. مساء الخير. النور، ايه الاخبار؟ ازيك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. كل سنه وانت طيب، واحنا كمان مبسوطين جدا جدا. يا لذيذ وانت طيب الاول، يا لذيذ. يا لذيذ يا رايق. انا ايه، عامل ايه؟ وحشني. ازيك يا ايه؟ الحمد لله كويسه. كل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى الاسره كلها. وايه اخبار لذيذ معاك الموسم ده؟ لذيذ كويس. 30 حلقه ثابت كده، صعب صعب. والله العظيم ده بيشتغلنا صح؟ لا لا، هو الموضوع مش 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 مش, مش هين يا جماعه، والله العظيم الموضوع مش بسيط. انا تعبت وظهري تعبني ووشي تعبني يعني كفايه ان انا اقول لك يعني الموبايل ما بيفتحش وانا عامل كده مش عارفني. والله العظيم مش بيرضى يفتح. ايه 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 اللي مش بيرضى يفتح؟ موبايل. من ان هو خلاص ما بقاش يعرف وشك من الرياكشن اللي انت بقالك سنتين بالطريقه دي. انا بقالي سنتين والله متمسمر. الحمد لله، يعني ربنا بيجعله بالفايده الحمد لله والناس بتتبسط. لا، نجاح كبير عمرو، بجد نجاح كبير ومتميز جدا. وقول لي، السنه اللي فاتت انت عملت لذيذ، السنه دي ايه اللي متغير في لذيذ؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه. اولا السنه دي في كذا حاجه جديده. أول السنه دي انا مؤلف رسميا على التتر، فده كانت بالنسبه لي مسؤوليه كبيره شويه. ان انا ابقى ممثل ومؤلف ومعايا حواليا كاست كلهم شاطرين وكلهم لذاذ وكلهم الناس بتحبهم وحبتهم لسيزون 1، ويبقى الناس كلها يتبسطوا منهم وياخدوا حقهم، وكل الناس تبقى مرضيه وهي بتمثل، وحتى ان هي جزء من العمل وبطلة العمل وكده. فكانت عندي مسؤوليه ان انا بكتب وانا واحد من اللي مشاركين، عشان عندي دايما هاجس ان انا ببقى ايه، بكتب لنفسي او انا بظبط بظلم نفسي. فبحاول الغي الفكره دي خالص طول ما انا بكتب، ان الناس كلها تبقى مبسوطه وهي بتمثل. والسنه اللي فاتت احنا بعد نجاح الحمد لله رب العالمين الجزء الاولاني، اكتشفنا ان هو الاطفال حبت قوي الموضوع. صحيح. فبقينا السنه دي متعمدين ان احنا واحنا شغالين بيبقى فيه جرعات كده مخفيه شويه، نصيحة، هنتكلم عن الكذب، نتكلم عن سمعان كلام الأهل، نتكلم بطريقة لذيذ وزومبا ما دام هو الناس تقبلوا من لذيذ وزومبا الكلام الأطفال. فواي نوت إن احنا نديهم حاجات تعليمية بسيطة برضه في إدارة الموضوع الهزار يعني. يعني في الجزء الأول أنتوا ما كنتوش عاملين حسابكم إن أنتوا تخاطبوا الأطفال، أنتوا بتكلموا الجمهور بشكل عام. حاجة بصراحة عشان ما أطلعش أقول إحنا كنا قصدنا، إحنا لقينا الموضوع هو الموضوع ببساطه. احنا شغل مع هشام جمال، وده شفناه مع كل شغله، وشغله مع دنيا سمير غانم او وات ايفر، دايما بتلاقي حته مراعاه الاسره، مراعاه الالفاظ، مراعاه السلوك. صحيح. الحاجات دي فهي دي اصلا مدرسه. فلما عملناها مع ان كمان الاطفال للاسف ما عندهمش محتوى بيتقدم في التلفزيون كافي، ففكره ان الاهل سايبين ولادهم يتفرجوا على حاجه دمها خفيف وفي نفس الوقت يبقوا مطمنين، اول ما كانت فيها حاجه خارجه ده كان الغرض. فاحنا قلنا تاني سيزون طب ليه ما يبقاش بس مفيش حاجه خارجه، طب ما ليه نعلم كمان. فبدانا نحط جمل فيها معناها، لا انا مش بكذب، لا لما بتتقال من لذيذ او من زومبا الولاد الصغيره بتمام تجيبه. صح صحيح. طب فالسنه دي كان احد اغراضنا ان احنا نبقى عندنا الحته دي كمان بصرف النظر انهزار والناس رسايل جوه المسلسل بتعلم نشء طالع. طب قول لي بقى يا لذيذ، دلوقتي انت معانا لذيذ، بتاخد وقت قد ايه؟ بس هترد عليا بطريقه لذيذ، تاخد وقت قد ايه في المكياج وتحضير الشخصيه؟ ساعتين. ساعتين؟ ساعتين كل يوم. كل يوم على الكرسي ساعتين؟ ساعتين بحط وساعتين بشيل. انا كنت لسه هسال، بتشيل في قد ايه؟ ليه؟ ساعتين بتحط وساعتين لا يا جماعه، انتوا كبنات بتتعبوا احيات امي. شفت بقى؟ شفت؟ وانت بتكتب يا جماعه، لا لا احنا بجد، انا ما بغسلش وشي وانا نازل، ده الموضوع بقى بحاضر احط الميك اب والطبقات، ولا يا جماعه اللي مش نافع، لا الفاونديشن، لا الكونسيلر، لا ايه يا جماعه انا مالي ولا الكلام ده. بس حلو، ده اكسبك خبره على فكره. صحيح. بس عمرو انا عايزه اسالك على حاجه، ريفرنس الشخصيه بتاعت لذيذ، انت اتفرجت على حاجه ولا انت جبتها ازاي؟ دي كانت الصعوبه، دي كانت الصعوبه ان انا مش لاقي ريفرنس. انا عايز حاولت اذاكر ما لقيتش حاجه، حد حصل بره بالشكل ده خالص. صحيح. يعني في روبوت اتعملت بس كانت فكه اكتر من كده شويه، كانت بتتكلم عادي يعني. لسه في مسلسل نازل، فيلم قصدي نازل، توم هانكس اسمه فينش، مش بكر الناس توم هانكس قبل ما الناس تبدا تتكلم. انا قصدي اقول ان هو في روبوت ماشي معاه، بس الروبوت فاكك عادي بيتكلم كل الكلام. انا عندي لذيذ بيقول مصطلحات معينه، جمل قصيره، عنده التزامات معينه، فالموضوع مش سهل يعني
طبعا التحضير والتنفيذ. مفيش ريفرنس، بس حصل معايا ايه تدريب يعني في الاول واحده واحده كده. وانا بكتب بقول بكتب جمله لذيذ طويله، جمله حوار عاديه. فلما بتبقى جمله حوار عاديه فور اكزامبل مثلا، بتلاقي الجمله طولت فبقيت بني ادم. لازم نقصر الجمله، فلازم هتلاقي ريوب لذيذ او زومبا كلها اوكي قصيره جدا، بيضحك في كلمه ودي صعوبه ثانيه. انت تلاقي جوك او هزار او حاجه في كلمه او كلمتين بالكثير، علشان اول ما بتوصل الجمله بتحول لبني ادم. صحيح. الحركه برضو ايه هي وانا بكتب براعي ان ما يبقاش في مشهد في حركه اكستريم، علشان هتتكشف برضو. انت عايز برضو في الاخر عايز تفضل تبقى ان كاركتر، فصعوبتها ان انت برضو ما عندكش رينج اوف موشن جامد تتحرك فيه، علشان انت برضو يعني مع ذكاء المخرج طبعا الاستاذ اسامه هو اللي كان بيداري بالكاميرات الحاجات اللي لو في ديفوهات حصلت، لو في حاجه في رمش، لو حاجه في حركه، لو حاجه في جري. ده كان بيحصل صح؟ يعني وانتوا بتصوروا حاجه مشهد ممكن تعيدوه عشان حد رمش مثلا، حد حرك ايده غلط طول الوقت. طول الوقت. ساعات المخرج الاستاذ اسامه يقول لي ده مش صوت لذيذ. مع الارهاق ومع التعب. مع الارهاق ومع التعب فممكن اقول جمله بصوت فيقول لي عمرو ده كان عمرو. وساعات كمان نوصل لمرحله ان انا بروح ادبلجها، اللي هي خلاص عدت وما خدناش بالنا وكل حاجه، تضطر انك تروح تدبلجها عشان تركب الصوت على المشهد. جمله مش حلوه، في اداء، في مش عارف صوت ايه. طيب عمرو اللي حبيناه برضو قوي الجزء الثاني انه كان فيه كوميديا موقف، يعني احنا كنا بنشوف اميره كانت لسه بتحكي لي على حله المحشي اللي دخلت. لا مش ممكن شيماء سيف وصوتها وتغيير صوتها، وفجاه اللي كانت بتساعدهم في البيت انت اكلتيها ايه، طلع طبق محشي صوتها سلك. المواقف دي انت ازاي يعني زي ما بيقولوا معالجتها ازاي بتتم؟ والله بصي انا الحمد لله طبعا ده في الاول وفي الاخر لو ربنا بيرد لنا مواقف حلوه او في الكتابه او في الحاجات دي، كل ده بيبقى من ربنا مش سطره مني، يعني بتبقى وحي من ربنا. بس انا عشان انا عايز اعمل مسلسل شبه البيوت، فايه الحاجات اللي في البيوت؟ الاكل، الشرب، المحشي، على يدي المحشي ده ما فارقش الفكره. بالظبط. الحاجات اللي هي شبه الناس مع هزار زومبا فنانه شيماء سيف اللي هي عندها الحته منطقه الهزار دي من شخصيه زومبا، ان هي بتحب تجرب كل حاجه، بتحب تجرب كل حاجه. فالكاركتر بتاعها من النوعيه دي. فطلع الموقف ده المحشي اللي طلع من بطنها وفي الاخر اتسلك. طب هل انتوا بتقرروا من دلوقتي ان انتوا تحضروا الجزء الثالث؟ واحنا في نص الشغل وتعبانين، احنا بنصور من نص 12، احنا النهارده فالوضع كان مزري شويه. هو احنا في نص المتاع، احنا يا جماعه خلصونا بقى روحونا. مش قادرين تفكروا. مش بتفكروا دلوقتي طايقين ذكر يعني؟ بس طبعا في الاول طايقين. طبعا اسبوع ولا 10 ايام من غير شغل. صحيح. او لما بتسمع الفيدباك بتاع عايزين كمان، بتنسى كل الحاجات دي كلها. فسو فار الكلام ايجابي مشجع ان احنا نعمل جزء ثالث وكده. وانا ما عنديش مشكله خالص طول ما الولاد الصغيره بيتبسطوا، طول ما اهالي راضيين، طول ما يعني عشان برضه فكره ان المسلسل انا بشوف ان هو مش بتاع اطفال بس كمواقف، بس عامه يعني طول ما الناس مبسوطه والفيدباك حلو ان شاء الله يعني واي نوت. يعني صح، في مساحه ان انتوا تبدعوا تاني وتعملوا. انا عندي طموحات وعندي احلام في مشاريع ثانيه طبعا زي اي فنان. بس برضه في الاول وفي الاخر بحس ان انا زي ما انا عايز استمتع بشغلانه، في واجب عليا وحق عليا لو الناس شايفه ان انا ممكن اعمل كده تاني، او يحبوا يسمعوا او يشوفوا زومبا ولذيذ تاني في اي وقت من الاوقات. وطبعا الكاست كله بقى يعني احنا بس. صحيح. النهارده ما شاء الله كل الناس، وده كان احد والله اهدافي وانا بكتب السيزون الثاني، ان بعد السيزون ما يخلص تسال اي حد بيتفرج على المسلسل تقول له مين شخصيتك المفضله فيحتار. يعني يقول لك علاء، يقول لك هدير، يقول لك يوسف، يقول لك ساره، هادي، كل الناس دي كنت عايز كل الناس في المسلسل يتحبوا. كل الناس تتحب وكل الناس تاخد حقها، ولان كلهم شاطرين وكلهم يستحقوا الفرص. فعشان كده السنه دي الحمد لله طه دسوقي عامل شغل حلو، دنيا تاني، مي دياب، شروق، احمد، كلهم حقيقه، كلهم كل حقيقه، كل الناس الحمد لله. يعني انا بقف في الشارع وبشوف بوستات على السوشيال ميديا بتبسط جدا جدا بكل بوست عن حد معانا في الكاست والله. لا ما توقفش الشارع تاني. بنبارك لك كمان مره وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله من نجاح لنجاح. ثانك يو يا عمرو.
كنت معاكم وكل سنه طيبين وانت طيب يا رب على كل شكرا شكرا نشكرك جدا.